السلام عليكم، كل سنة وانتم طيبين ورمضان يجمعنا على خير. وفي حلقة النهاردة هعرض ليكم قائمة مسلسلات رمضان 2021 الرسمية والنهائية مع قنوات العرض. والقائمة دي مش هتلاقيها بالشكل اللي هعرض لكم النهاردة ده في اي حتة تانية خالص. تابع الفيديو للاخر عشان شامل جميع المسلسلات، واستنوا فيديو تاني بمواعيد عرض المسلسلات على القنوات الفضائية. بس ياريت قبل بداية الفيديو ما تنساش انك تنزل دلوقتي وتعمل لايك، وكمان تشترك في القناة وتفعل زر التنبيهات علشان كل الجديد يجي لك لحد عندك. انا مصطفى صبري من قناه رمضان يجمعنا. وقبل ما تروح على الفيديو هسيب ليكم رابط قناه محمد عماد تحت، روح هناك، هي قناه رمضانيه جدا وهتحبوها، بينزل فيديوهات كل يوم. لازم تروح هناك وتشترك فيها وتفعل زر الجرس وتقول له جاي من قناه رمضان يجمعنا. ويلا بينا تاني مره على الفيديو.